طيب هل يمكن أن نشهد مقايضة بخصوص هذا الموضوع باعتبار أن تركيا تسعى كذلك للانضمام للاتحاد الأوروبي؟ يعني أنا في الحقيقة كما قلت هناك أساسيات الآن تناقش. يعني هل السؤال هل أعضاء حلف الناتو الكل الآن يشجع عضوية السويد وفنلنديا؟ في الحقيقة لا، هناك انشقاق. الآن دولة كرواتيا بدأت تعارض، ألمانيا هي الآن ساكتة. يعني هل ألمانيا فرنسا تؤيد؟ في الحقيقة لا يؤيدون، لكنهم يبطنون الآن، يبطنون لا يؤيدون. ألمانيا أكبر دولة خاسرة، علاقاتها يعني اقتصادية مع روسيا في الحقيقة علاقات يعني مقيدة جدا، لا تستطيع تخلي عنها. وفرنسا كذلك. يعني فنلندا هي الآن عرضت قبل روسيا حول قطع غاز غير ذلك. يعني هل هناك اتفاق كامل حول يعني قبول عضوية هذه الدولتين؟ في الحقيقة نستطيع نقول لا، لكنها مبطنة هذه المعارضات. نحن نعرف أن أمريكا مع طبعا أخرجت بريطانيا بريكسيت هذا من الاتحاد الأوروبي، أمريكا هي تمشي مع بريطانيا وتضيق وتخنق على قارة أوروبا بشكل خاص، يعني حول تخنيقها تضييق أمام روسيا. لكن قارة أوروبا اتحاد الأوروبي يجب أن يفكر جيدا. ربما هم سيفتحون طريقا حلا جديدا حول عضوية التركية لهذا الاتحاد مقابل الناتو، لأن الناتو بدأ يستعمل فقط لصالح أمريكا ليس لصالح الاتحاد الأوروبي. في الحقيقة هم يعني ألمانيا الآن فهم ذلك جيدا، وهي لجأت إلى متابعة السياسة الجديدة. يعني هي لا ننسى أنها يعني خصصت 100 مليار دولار حول استعمال هذه الكمية الاقتصادية لتسليح الصناعي والدفاعي والجيش غير ذلك. يعني ألمانيا فهمت خطورة هذا الحلف، وهي بدأت في الحقيقة تدبر نفسها وتقضي حاجتها، لكنها في الحقيقة الآن ساكتة. لكن هناك سياسة أكيد خاصة بها حول هذا، لذلك يعني ليس هناك اتفاق كامل. هذا أولا يجب أن نصرح. وتركيا في الحقيقة الآن هي يعني طرحت هذه المشاكل، هي معرضة دائما للهجمات. وين ناتو حتى الآن؟ لم نرى ناتو عندنا. وإذا مشاكل تركية حول الإيجا الجزر وفي سوريا وحول يعني الفرض عقوبات عليها، يعني السويد كانت تطبق حظر توريد الأسلحة التركية. يعني السويد بأي وجه ألن تأتي وتريد عضوية؟ لذلك أساسيات كبيرة جدا، تركيا لن تتخلى عن هذه الأساسيات. لا نسأل أن هناك بدائل، كما قلت قد يكون هناك يعني إحياء وإنشاء فكرة جديدة حول توسيع الأعضاء الاتحاد الأوروبي، ما عدا طبعا بريطانيا هي خرجت، وهذا ايضا يناقش. وثانيا يعني هناك بديل ورقة روسية. تركيا علاقاتها مع روسيا علاقات اقتصادية هي سياسية، ووصلت الى مستوى الاستراتيجي علاقات تركيا مع روسيا. تركيا لا يمكن ان تتخلى عن روسيا، يعني علاقاتها اقتصادية على مستوى طبعا الطاقة النفط وايضا الحبوبات وغير ذلك. علاقات يعني السياحة التركية مبنية على طبعا يعني أكبر دولة كانت ترسل السواح 4.8 مليون سائح روسي سنويا. طيب كان دكتور عدى طبعا شراؤهم من عقارات ذلك. تركيا لن تتخلى عن روسيا، يجب أن يفهم هذا جيدا أيضا.